السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة كليك كوك. معكم مريم بركات. اليوم سوف أقدم لكم بيتزا ملفوفة أو بيتزا رولي، وصفة لذيذة جدا، والعجينة مختلفة عن عجينة البيتزا. كنت قدمتها وحضرتها العام الماضي، قدمتها على مجموعتي في فيس. أظن أغلبية السيدات جربناها ولقد استحسانهن. هذا هو شكلها، يعني خفيفة جدا ولذيذة. بالنسبة للمقادير سوف نحتاج إلى 400 غرام من الدقيق أو 3 كؤوس عنبة، ربع لتر من الحليب أو 250 ملل، يعني كأسان عنبة يعني غير مملوءة، قليل من الملح، ملعقة كبيرة من السكر، ملعقة كبيرة من الخميرة الكيميائية وخميرة العجن، وكذلك 5 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. أول شيء سوف أقوم بوضع جميع العناصر في إناء للعجن. إذا لم يتوفرني تعجن العجين باليدين يعني لا مشكلة، هي فقط العجانة تسهل المأمورية. بعد أن يعجن الخليط جيدا أضيف حليب تدريجيا على هذا النحو. بعد أن يعجن أضيف بعد ذلك الزيت، هنا أضيف الحليب تدريجيا، يعني أخلط المكونات دون الزيت. الزيت سوف أتركه لآخر مرحلة. بعد ذلك هنا سوف أضيف زيت الزيتون، يعني 5 ملاعق كبيرة، وأواصل العجين على هذا النحو. تلاحظون هو يكون يعني طري يعني خفيف نوعا ما، لكن سنستخدم الزيت لبسط العجين. هنا السر أنها نحصل على بيتزا خفيفة وهشة. بالنسبة للحشو استخدم أي شيء. هنا استخدمت البصل والفلفل الأحمر، مررته في القليل من زيت الزيتون، ملح وفلفل أسود بزار يعني، وكذلك هنا اللحم المفروم، قطع من الجبن الأحمر. هنا يا إما صلصة طماطم جاهزة أو تستخدم صلصة الطماطم، تجدون من وصفتها على الرابط الذي يظهر أمامكم الآن، توجد على القناة، والقليل من الزعتر، وهنا زيت لبسط العجين. بعد ذلك سوف أستخدم هنا الزيت لأتمكن من بسط العجين. سوف أبسطه على ورق الزبدة، إذا لم يتوفر تستخدمه بلاستيك غذائي يعني لا مشكلة. هنا أضع العجين وأبسطه باليدين بمساعدة الزيت على شكل مستطيل. بالنسبة للحشو إما تستخدم اللحم المفروم، التونة أيضا تتماشى مع هذه الوصفة جدا، تونة أو لحم مفروم أو خضروات يعني أو فواكه البحر، يعني أي شيء متوفر في البيت يصلح للوصفة. أيضا يعني الدجاج يصلح أيضا. هنا أضع الفلفل الأحمر مع البصل، بعد ذلك أضع اللحم المفروم، وزعه جيدا على العجين. بعد ذلك هنا أخذ قطعة من الجبن الأحمر مقطعة طوليا، أضعها في الجانب، ثم أبدأ في لف العجين عليها على هذا النحو، وذلك بمساعدة ورق الزبدة. استمر على هذا النحو في لف والضغط قليلا على هذا النحو. بعد ذلك سوف أرجعها على هذا النحو وسط ورق الزبدة، وأدخل هذه المجمل يعني حتى يسهل علي يعني تقطيعها، لأنها تكون طرية جدا يعني فمن الصعب تقطيعها على هذا النحو. هناك عدة وصفات للبيتزا رولي، لكن هذه الوصفة يعني خفيفة جدا، يعني أنا لم أضعها يعني مدة كافية في المجمد. لذلك سوف هنا أستخدم الخيط، هو الخيط يعني يسهل علينا عملية القطع يعني أفضل من السكين. ترون هي ما زالت طرية يعني، ومع ذلك يعني أتمكن من تقطيعها بمساعدة الخيط كما قلت سابقا. لذلك سوف أضعها في صينية وأستمر في تقطيع جميع العجين. بعد ذلك سوف أدهنها بالبيض، يعني أتركها أولا تقريبا نصف ساعة حتى تخمر مرة أخرى، وبعد ذلك أدهنها بالبيض وأدخلها للفرن مدة 20 دقيقة على فرن مسخن 200 درجة حتى تكتسب هذا اللون الذهبي الجميل، وأخرجها وأقدمها بالهناء والشفاء. هنا ملاحظة أن العجين يعني خمر تقريبا مرتين، يعني المرة الأولى عندما عجناه تركته ليرتاح نصف ساعة، بعد ذلك يعني بعدما قطعت القطع دوائر تركتها لتخمر مرة ثانية.
وهذا هو شكلها. أتمنى أن تنال الوصفة إعجابكم. لا تنسوا أن تزوروا موقع القناة www.clickcook.com، سوف تجدون وصفات أخرى، وأن تضغطوا على زر لايك إذا أعجبكم الفيديو وعلى زر اشتراك لتتوصلوا دائما بالجديد. أشكر متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.